فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بهذا اللفظ. يعني من طبيعة البشر أنهم لا بد أن يجعلون لهم يوما أو أياما يفرحون فيها ويوسعون على أنفسهم، هذا من طبيعة البشر. ولهذا كانوا في الجاهلية لهم أعياد يفرحون فيها ويتفرغون فيها للنزهة وغير ذلك، لأن النفس تحتاج إلى مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم هذا مطلقا، لم يحرم هذا مطلقا، وإنما خالف المشركين وجعل للمسلمين أعيادا خاصة بهم لا يشاركون فيها المشركين، فجعل للمسلمين عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، فيهما عبادة وفيهما مصالح للمسلمين وفيهما شكر لله سبحانه وتعالى. فهذان العيدان يكفيان عن أعياد المشركين. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وكان لأهلها وهم الأوس والخزرج، كانوا في الجاهلية لهم عيدان في السنة يلعبون فيهما ويعملون فيهما أعمالا خاصة، المسلمون أيضا بحاجة لمثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسد الباب، صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل عيدين شرعيين بعد عبادتين عظيمتين، وجعل فيهما من الأعمال الصالحة ما يذكر بالله عز وجل، وجعل فيهما من التوسع على النفس ما فيه شكر لله من الأكل والشرب والتصدق بصدقة الفطر. فهذا يعوض المسلمين عن أعياد المشركين. وفي الحلال غنية عن الحرام، فقال: إن الله أبدلكم بهما يومين عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. قال رواه أبو داود بهذا اللفظ: حدثنا محمد، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن حميد عن أنس، ورواه أحمد النسائي، وهذا إسناد على شرط مسلم. فلو كانت موافقتهم ومشابهتهم في أعيادهم جائزة لما نقلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن يومي المشركين إلى يومين خاصين للمسلمين. نعم. قال: فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين. والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. نعم، هذا دليل واضح على أن المسلمين لا يشاركون الكفار في أعيادهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل المسلمين من أعياد المشركين إلى أعياد خاصة بالمسلمين: عيد الفطر وعيد الأضحى. فلو كانت مشاركتهم في أعيادهم جائزة لما نقل النبي صلى الله عليه وسلم أمته منها إلى أعياد أخرى خاصة بالمسلمين، فدل على أن مشابهتهم في أعيادهم ومشاركتهم فيها بل وحضورها ومشاركتهم في الفرح فيها أو تهنئتهم كل ذلك مما لا يجوز، لأن المطلوب من المسلمين الاستقلال بدينهم وفي عبادتهم عن مشابهة ومشاركة غيرهم من الأمم. وكما قال الشيخ رحمه الله: الله أبدل المسلمين ولا يجمع بين البدل والمبدل، فلا يقال نشاركهم في أعيادهم وهم يشاركوننا في أعيادنا، ولا مانع من ذلك أو زيادة توسع أو هذا فيه تأليف أو ما أشبه ذلك مما يتحذلق به من يتحذلق.
فنحن لا نشاركهم في أعيادهم ولا نحتفل بها ولا نفرح بها، لأن الله أبدلنا، ولا يجمع بين البدل والمبدل.